بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن الحديد المخلبي. أولا يعني إيه الحديد المخلبي؟ الأول حديد مخلبي يعني مثلا لو أنت بتستخدم حديد مثلا في صورة سلفات حديدوز، بتاخد سلفات الحديدوز ده وتحطها، لو البي اتش العالي في التربة هتحصل مشاكل للحديد ده، هو يترسب أو يتحول لصورة حديديك، بيبقى صعب إن هو يمتص النبات. تمام. طيب بالنسبة لي لو أنا طب يعني إيه الحديد المخلبي ده؟ حديد المخلبي ده هو يعني إيه؟ يعني إن إحنا المخلب ده هو بياخدوا مخلبات العضوية، إن كانت الإدة أو الإدهة بياخدوها بحطوا فيها العنصر وبتم منها مطبقة عليه كده، زي ما يكون واحد واخد أمانة من واحد بيسلمها لواحد، مش ناقصة خالص، بقول له يعني. فهو المخلب ده هو بيحط مثلا عنصر الحديد، عنصر النحاس، عنصر المنجنيز، بياخدوا كده هو وتم منه مطبق عليه لحد ما يوديه لجذور النبات تحت ويقول لها اتفضل. ملوش دعوة بقى بالبي اتش عالي، أصل فيه عنصر تاني زايد هيعمل تضاد بين للحديد وهيعمل له مشاكل، لا هو بيسلمه كده. فده بكل سهولة ويسر كده ده الحديد الايه دي قصة المخلبي يعني، بتمنه ماسكه كده لحد ما يوصله اللي بياخد الأمانة من ده يوصلها ده، أنت بتحط في السمادة بتاعتك. تمام. بياخد العنصر المخلب بياخد عنصر الحديد ده ويوصله لحد الجدر، مش ناقص حاجة، دي بكل سهولة ويسر. تمام. بتروح انت بقى عند الراجل بتاع المبيدات، بتتص تلاقي عنده ايه ادتا وعنده ادها. انا بفسرها لك خالص بحيث الزراعي واللي مش زراعي والمزارع والفلاح وكله يفهم، عشان ما فيش واحد تعرف بعد ما اعمل فيديو ده واحد يقول لي اصل انا ما عندي مقلق. يا عم افهم، هو انت يعني هي شهوة يعني انك انت دايما نطط على الواتس يعني؟ يا عم افهم افهم، والله العظيم سهلة جدا، العملية سهلة خالص. تمام. هلاقي عند الصورتين اللي انا مقسمهم لك، طبعا في الكتب قصة طويلة وعريضة. تمام. هتلاقي عندك صورة الادتا وصورة الادها. تمام. هتلاقي اول حاجة عندنا حديد مخلبي، قلنا يعني مخلبي. بعد كده هتلاقي صورة بيسموها الادتا وصورة اسمها الادها. انا عايزك تعرف يعني ايه ادتا ويعني ايه ادها وامتى استخدم كل واحد فيهم. الإدتا هو اختصار للإسيلين داي أمين تترا أسيتيك أسيد، الجملة اللي مكتوبة تحتها على طول. تمام. والإدها هي اختصار للإسيلين داي أمين هيدروكسي فينول أسيتيك أسيد. تمام. تمام. طيب نيجي للإدتا، الوزن الجزيئي بتاعها 292 جرام على المول. تمام. والإدها الوزن الجزيئي بتاعها 360 جرام على المول. طيب أنه الأكبر فيهم 360 اللي هي الإدهة، ماشي، الوزن الجزيئي للإدهة أكبر، والوزن الجزيئي يعني مجموع الأوزان الذرية للعنصر ده، ومش عايزك تعرف فما تخصكش في حاجة يعني. تمام. بس أنا ده استرشاد عشان تعرف القصة الجاية إزاي. طيب أنا النهاردة لو عندي الثقب بتاع الورقة ضيق، طيب أنه فيهم لو إحنا رشينا الاثنين أنه فيهم يدخل، الكبير ولا الصغير؟ اكيد الصغير. يبقى الادتا لو انا بستخدم برش حديد مخلبي، يبقى صورة الادتا لو انا عايز ارش على اوراق النبات يبقى الادتا افضل. يبقى الايه الادتا افضل. ليه الادتا افضل؟ لان الوزن الذري بتاع الوزن الجزيئي بتاعها صغير 292، هيدخل ثقوب الاوراق بتاعه النبات بدون مشاكل. طيب لو جيت على الادهة بقى الوزن الجزيئي بتاعها 360، تمام، ممكن يدخل، قد يدخل، ولكن مش هيكون زي الادتا. يبقى انا لما ارش استخدم الصغير عشان يدخل بسرعه في ثقوب النبات اللي ضيقه، اما ال 360 دي كبيره مش هتدخل. تمام. واذا فرضا يعني ايا كان ودخلت يبقى تدخل بكميه قليله. تمام. يبقى ده اول حاجه. يبقى انا لو برش استخدم الايه وانا مغمض كده الادتا، طب وانا بضيف ارضي بستخدم الادها، بضيف ارضي استخدم الايه الادها. طب نسبه الحديد في الادها كام؟ 6%. طب وفي الإدتا؟ من 5 ل 14%. تمام. من 5 ل 14%. تمام. طيب بالنسبة ودايما هتلاقيها 13%، بالنسبة وهتلاقيها دايما كام؟ 13%. تمام. طيب بالنسبة لتحملها للحموضة بقى الأرضية، احنا عندنا هو البي اتش يعني. تمام. البي اتش عندي، البي اتش في الأراضي عندنا، الأراضي اللي هي الوطن العربي كله ومصر بخصوصا، دايما البي اتش بتاعها عالي. تمام. دايما البي اتش بتاعها ايه
البي اتش بتاعها عالي، تمام؟ طيب البي اتش بتاع التربه عالي، طب تحملها للحموضه بالنسبه للادته بقى، تحملها للحموضه من 1.5 ل 6.5 صعب جدا، 1.5 ل 6.5 اذا الادته لو اضفتها للارض مش هتتحمل، مش هتبقى كويسه خالص. ليه؟ لان الحموضه الارضيه عندنا فوق السبعه على طول، انت عندك اللي هي البي اتش يعني فوق السبعه على طول، فده بقول لك والله من 1.5 ل 6.5 لا ما تنفعش، مش هتبقى حلوه، ماشي؟ يبقى انا ايه، طيب نيجي للإيدها بقى، تحملها للحموضة الارضية كم؟ من 3 ل 10. ده دي ممتازة، ليه؟ ما عندهاش مشكلة في البي اتش العالي، هتدخل وهتأدي الدور بتاعها. يبقى انا لو بضيف برضو، يبقى بالنسبة للاضافة الإيدها هتضاف برضو ارضي، هتضاف ارضي ليه؟ لانها بتتحمل البي اتش من 3 ل 10، تمام؟ دي الإيدها. طيب الإيدتة هتتحمل الحموضة الارضية من 1.5 ل 6.5، يبقى ما تنفعش تضاف ارضي لان احنا عندنا البي اتش بتاعنا او الحموضه بتاعتنا مرتفعه جدا، او البي اتش بتاعنا عالي جدا، دايما بيكون فوق السبعه، معظمه بيكون فوق السبعه، قد يصل لثمانيه كمان وتسعه في الاراضي الكلسيه. يبقى انا لما استخدم الكونكلوجن بقى او الملخص بتاع القصه دي، الحديد المخلبي في صورتين، الايدها والايدته. بالنسبه للايدتا اللي هي الاسيلين داي امين تترا اسيتيك اسيد، وبالنسبه للايدها اللي هي الاسيلين داي امين هيدروكسي فينول اسيتيك اسيد. وانا بالرش يا جماعه بستخدم الايدتا، بستخدمها ليه؟ عشان الوزن الذري، الوزن الجزيئي بتاعها صغير، فبالتالي بيدخل في ثقوب النبات، ان هي ما بتتحملش الحموضه الارضيه، الرينج بتاعها من 1.5 ل 6.5. طب انا عندي الاراضي المصريه او اراضي الوطن العربي تقدر تقول كلها ما عدا بعض الاجزاء من السودان، الاراضي اللي عندنا الحموضه بتاعتها عاليه فوق السبعه وثمانيه، سبعه ونص، ثمانيه وتسعه كمان، تمام؟ إذن فمش هتنفع تضاف الإدتة في الحموضة الأرضية اللي هي إلا إذا كانت منخفضة، وإحنا عندنا عالية فمش هتنفع تضاف. طب تعالى على الإدتة، الإدها قصدي بقى، الإدها هتلاقي الوزن الجزيئي بتاعها 360، إذن فالوزن الجزيئي بتاعها كبير، مش هيقدر يدخل جوه الصغور بتاعت النبات، فدي مشكلة ان يعني مش هتنفع تترش على الاوراق، وبالتالي هتضاف ارضي. تحملها للحموضة الارضية من 3 ل 10، اذا فتضاف ارضي برضو علشان عندنا الحموضة عندنا عالية، عندنا الحموضة بتاعتنا عالية، تمام؟ يعني فوق السبعة، تمام؟ البي اتش بتاعنا فوق السبعة، تمام؟ فهينفع معايا الايدة. باختصار شديد، الايدة للرش والايدها بتتحط لي الـ بتتحط لي الـ الـ الإضافات الأرضية. بتمنى إن احنا نكون فهمنا الدنيا ماشية إزاي. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.